السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة ديال الكيك اليومي الاقتصادي اللي كنديرو غير بجوج بيضات، وكيجي خفيف، كيجي هشيش في الداخل مع هاد الديكور اللي على برا غادي تشوفوا في الفيديو. نتمنى الوصفة نتاع اليوم تعجبكم، وإلا عجبتكم الوصفة ما تنساوليش اللايك واشتراك لما مشاكش في القناة باش يوصله الجديد، وفرجة ممتعة. نخليكم مع الفيديو. بالنسبه للمقادير ديال الكيك، كنحتاجو الجوج تاع البيضات، عندي كاس ديال السكر، كاس ديال الاتاي، كنعمرو كاس ديال الاتاي، كاس ديال السكر عامر، كاس عامر ديال الحليب، كاس ما عامرش ديال الزيت، عندي واحد الساشي ديال السكر الفاني، وجوج صاشيات ديال خميره الحلوه 22 غرام تاع المجموع، عندي شويه ديال الملحه، عندي لي بيبي دو شوكولا، واش عندي الفرينه على حسب الخليط. هنا كندوزو للطريقه، كنديرو البيض هو الاول، كنزيدو السكر، وكنزيدو ساشي ديال السكر الفاني، وكنخلطو مزيان حتى كيدوب داك السكر مع البيض، والخليط كيبدا يبيض شويه. كنزيدو الزيت وكنوليو كنخلطو مزيان، كنزيدو الحليب، وكنزيدو دوك حبيبات الشوكولا، تقدروا تعوضوهم بشويه ديال الزبيب ولا بشويه ديال التمر مقطع. كنزيدو الفرينه بشويه بشويه وحنا كنخلطو، وما نساوش داك جوج صاشيات ديال الخميره الحلوه، كنديرهم هما التالي مع الفرينه. صافي كنخلطو مزيان حتى كتخلط داك الفرينه مع جميع المكونات، وكندوزو للطريقه ديال التزيين. عندي هنايا التزيين، عندي هنايا قوقو، وعندي هنايا شويه ديال الزنجلان. هنا القوقو حمرناه وطحنته، من بعد الزنجلان حتى هو طحنته وخليته شويه هكاك حبيباتي كيبانو. انا المول اللي درت فيه هو هذا، كندير له شويه ديال الزيت، كنحاول كنكثروا شويه ديال الزيت، وكندهنوه مزيان، ما كنساوش حتى شي قنت، كندهنوه مزيان بالزيت.
وكنشدو داك الخليط ديال القوقو المحمر والمطحون مع الزنجلان المحمر حتى هو. الزنجلان تقدروا ديروه غير هكا وتقدروا تطحنوه. انا طحنته شويه ما خليته حبيبات يعني كبار، ما طحنتوش حتى ولا فارينه. صافي كنشدو كنحاولو كنديروه كاع على المول مع من درنا داك الزيت، راه في ساعه كتلصق هاد الكاوكاو والزنجلان كيلصق. كنحاولو كنفوتو كاع على المول. صافي كما كتشوفوا وكنجيبوا الخليط ديالنا ديال الكيك وكنخويوه فيه. صافي كندخلوا الكيكه الفران كيكون دافي على 180 درجه لمده ديال 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. ها هي الكيكه من بعد ما طابت، هي كيكه تجي كتجي منفوخه. ضروري يكون الفران يكون كطيب يعني على درجه على حراره مهيله باش كيكون عندها الوقت باش تنفخ. ها هي كيكه تجي كتجي محمره وما كتلصقش في المول، وكيجيو دوك الحبيبات نتاع الزنجلان محمرين مع الكاوكاو هكا باينين. كنقطع لكم واحد الموصو باش كتشوفوا كتجي من الداخل. هاي الكيكه كتجي من الداخل صدقوني كتجي بنينه وكتجي خفيفه. نتمنى تجربوها ما تندموش عليها. كما قلت لكم كيك يومي بسيط. نتمنى الفيديو نتاع اليوم يعجبكم وما تنساوليش اشتراك ولايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا للمتابعه والى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.